بخير سميرة. لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. اليوم بنتي لي ناشط. فطر بالبصارة. فطر بالبصارة وغادي نتكلموا اللي عزيز عليك ياك. نعم أحب الأغذية إلي. اللي هو زيت تستعمل في الطبخ في الصيدلة وفي الطب في إشعال مواقيت الزيتية كذلك وفي الصابون. هي غذاء ودواء وشفاء لبزاف الحوايج اللي غنتكلموا على زيت الزيتون من الشجرة المباركة. زيت الزيتون تنظن بأن حلقة من كل ثمان ما غاتكفيناش مع السي نبيل العياشي باش يتكلمنا على الفوائد ديالها. للإشارة فقط فعرفتوا الآن العوايد والعادات ديال سي نبيل العياشي في الاكل ديالو لانه ما تيبخلش علينا بها باش يعطي المثل ويعطي القدوه. فما بين الحوايج اللي تياكلها سي نبيل العياشي يوميا وما تتخطاش هي زيت الزيتون. بالاضافه الى هذيك لابوسيون ماجيك اللي تنسميها انايا هذيك المعلقه اللي فيها الخليط ديال الزنجلان والسانوج وزريعه الكاتون والكمون والكمون. فزيت الزيتون عندك اساسيه تتناولها كل نهار يا اما في التغماس يا اما في الطياب يا اما تتشربها. هذا هو العجيب انك تتشرب الزيت البلديه. ممكن تشربوها ممكن نشربوها. فزيت البلديه غير باش يفهموا الناس انا راه مثلا ما عندي وزين ديال الزيت البلديه تنبيع نشري الزيت البلديه. انا فقط وعاشق للزيت البلديه. نعم انا تنحبها يعني احب الاغذيه يعني الغذاء الرقم واحد اللي عندي هو زيت الزيتون او زيت البلديه او زيت العود. كل واحد عنده المسميات ديالو لان ملي تنجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديال هذا الغذاء وتنشوفوا حتى علميا الان يعني الغذاء الوحيد اللي ثبت الان انه تحبس التكاثر ديال الخلايا السرطانيه هو زيت الزيتون. فبطبيعه الحال هي من الاغذيه المحكمه التي تم ذكرها في القران ويعني من الاغذيه كذلك اللي داخله في النظام الغذائي المغربي والمتوسطي والنظام الغذائي ديال البحر الابيض المتوسط. نعم صحيح. فزيت الزيتون يعني بكل صراحه للاسف أن الناس بعدوا منها وأن الناس عوضوها بمكونات أخرى اللي غذائيا لا علاقة لهم بها. وأغلب يدي المشاكل اللي أصبحت الآن تظهر عندها علاقة بعدم تناول زيت الزيتون أو لعدم تناول زيت الزيتون جيدة لأن كاين هناك مشكل كذلك. نعم نعم. ولكن شوف سمير أنا نقول لك واحد المسألة. أنا تنآمن بواحد تيقول لك واحد المثل الفرنسي كي فو فيغ كيلك شوز تروف ا موان كي فو ريان فيغ شيرش اون اكسكوز. اشنو غادي يخسر الانسان دابا؟ تخيل معايا ان شخص غادي يهز وليداتو في السياره وغادي يمشي لواحد المكان وغيشري الزيتون وغيدوزو المعصره وغيجديرو في البواده ديالو وغيجيب فلاشي. ماشي دوره غير في قلعه صراغنا مثلا. راه المغرب كله زيتون. المغرب كله مبني من لا قلعه صراغنا مراكش يطلع الفوق تاونات الشاون تازه وزان المغرب كله زيتون. صحيح. الحمد لله. فاشنو غادي يخسر؟ يعني هزيتي السياره ديالك اولا مشيتي في الكار اولا هذا وهزيتي وليداتك ودرتي فسحه وميم طون شافوا كيفاش تعصر داك الشيء وجبتي زويته ديالك نقيه مصايبه مثلا رحله مفيده بيداغوجيه وغتقام رخيصه وغتقام رخيصه لان في النهار تقدر تشري الزيتون وتطحنه في النهار. ولاو الحمد لله المطاحين الان موجودين. يعني اشنو غادي تخسر؟ ما تخسر حتى شي حاجه. حنا لا تيخصنا يعني تاخذ اللي يكفيك السنه كامله بطبيعه الحال. ما بطبيعه الحال خاص يعني على حسب. عار لي الاشاره في المطبخ ديال سي نبيل العياشي تلقى فيه الليتروات ديال الزيت البلديه. انا ما عنديش قل من 100 لتر في السنه يعني اكثر من 100 لتر في السنه. واو. نعم ضروري لان هي انا قلت لك تنحبها كوم سا سي هذا. ولكن تدخل انا في الصباح عندي نص كاس ديال العنبه تنشربو هذه ضروريه. يعني تشربو عادي بعد ما تناكلها. يعني تنغمس بالزيت البلديه والخبز واتاي ومن بعد عندي نص كاس ديال زيت البلديه تنشربو. واخا سي نبيل العياشي زعما يعني كلشي الناس يعرفوا الفوائد ديال زيت البلديه جايه من الزيتون. يعني شنو السيميز على الزيوت الاخرى بحال زيت نوارة الشمس ولا زيت الكولزا دابا كلشي كاينه في الموضه. الزيوت الاخرى حتى هي مصدر طبيعي. علاش زيت الزيتون بالذات تحيد هذه المشاكل اللي تكلمت عليها عديده؟ شنو هي المشاكل اللي تيبعدنا عليها زيت الزيتون؟ اولا يعتبر من اقوى الاغذيه المقاومه للسرطان. هذه النقطه الاولى. ثانيا تعتبر من الاغذيه اللي تتعالج مجموعه المشاكل الداخليه. وهنا غنرجعوا دائما للجمله ديالك ديال كل يبان عليك. فزيت الزيتون تعتبر مصدر مهم من فيتامين ا من فيتامين ا من فيتامين ك مثلا من فيتامين او. هاد المكونات الغذائيه اشنو تدير؟ ملي تنهضروا على فيتامين ا ولا تنهضروا على فيتامين او ولا تنهضروا على فيتامين دي اشنو تدير هاد الفيتامينات هذه؟ هي فيتامينات اللي عندها علاقه بالجلد. هذه هي الفيتامينات اللي عندها علاقه بالشعر. هذه هي الفيتامينات اللي عندها علاقه بمضادات الاكسده وبالشيخوخه المبكره. واخا ابعد من هذا نقول لك ابعد من هذا نزيدك معلومه يمكن ربما تجيك بيزار. سيبغين ودهنين للاكلين. زيت البلديه راه خصنا ندهنوا بها. ولكن لمن الناس اللي تياكلوها حيت تسمعوا حنا مثلا في شي وصفات بان راه خصنا ندهنوا بزيت البلديه. نعم خاصنا ندهنوا بزيت البلديه
هذه كاينه يعني لا علميا ولا دينيا، ولكن شكون اللي خاصو يدهن بالزيت البلديه؟ وفوقاش الزيت البلديه اللي دهنا بها غتعطينا نتيجه الا كنا تناكلوها دونك من الداخل من برا. هي باينه الايه شنو فيها؟ صبغين ودهنين للاكلين. يعني ما يمكنش غير تقدهن على برا وتقول غتعطيني النتيجه. خاص الزيت البلديه تدخل شي كيف ما تنشربوا الماء في النهار تيخصنا نتناولوا الزيت البلديه. واش الخصوصيه ديال الزيت البلديه مميزه بصفتها زيت ولا بصفتها بصفت او لا بعين الاعتبار المصدر ديالها الزيتون؟ واش حيت زيت ولا حيت الزيتون؟ بجوج، حيت زيت وحيت الزيتون، لان ربما نديروا حلقه من بعد على الزيتون كذلك له فوائد. فنعطيك مثال بسيط، الزيت البلديه قبل كان الكل تيتحدث تيقول لك بان الزيت البلديه تعتبر من بين الاغذيه التي ترفع من نسبه الكوليسترول. لا الان الدراسات كلها تتاكد على بالعكس على ان الزيت البلديه تتهبط من نسبه الكوليسترول. فهذا ماذا يعني؟ يعني ان التناول زيت الزيتون يوم بشكل يومي غيساعدني باش انا نقص الكوليسترول، ولكن باش نشرح للناس مزيان، هذا ما تعنيش انك غتقدر بالقلي في الزيت وتاكل زيت الزيتون وتقول غتهبط الكوليسترول، لا، انها تساعد في انزال نسبه الكوليسترول. فالتناول اليومي ديال زيت الزيتون خاصو يتم في الفطور، نغمسوا الخبز والزيت البلديه في الفطور، ما غمسناش نديروها مع شي حاجه اخرى. في الغداء خاصني ندير سلاده ونكب فوق منها زيت الزيتون، طيبت غني غنسالي الطياب غنرش فوق منه زيت الزيتون، كذلك في العشيه كذلك بالليل. علاش؟ لان ادخال زيت الزيتون الى الجسم يعتبر مصدر مهم اولا للطاقه، لانك انت تفطر. نقول لك واحد المساله، الناس اللي مثلا تيعانيو من المشكل ديال تيقول لك توقيت مستمر ما عنديش كيفاش ندير الى اخره الى اخره، من تفطر الصباح بالخبز وتتعمرها زيت البلديه ما تعاودش يجيك الجوع حتى الاربعه ولا الخمسه ديال العشيه. يعني انا علاش ندير وجبتين في اليوم؟ لان ملي تنعمر الصباح بالزيت البلديه وتنمشي حتى ما تيجيكش الجوع. الناس يقول لك الزيت البلديه فيها سعرات حراريه ربما غادي تغلط، هذا خطا، ما غاديش تغلط زيت البلديه. علاش؟ لان ملي تنهضروا على السمنه تنهضروا على عدد السعرات الحراريه في اليوم شحال دخلتي ماشي في الوجبه. فملي غندخل انا زيت البلديه الصباح وغنبقى النهار كامل ما غندخل والو حتى العشيه عاد غناكل تنرجع من الدار مع اربعه، وهذه مزيانه مساله ماشي هي اللي خاطئه، لان ماشي خصنا غير نبقاو نجيو ناكلو واخا ما فينا الجوع، هذه مساله خاطئه. فالتناول ديال زيت الزيتون قلت انه مصدر مهم للطاقه، لان الدهنيات غرام تعطينا 9 سعرات حراريه بخلاف السكريات ولا البروتينات تعطيونا غير 4 سعرات حراريه. هذه من جهه، من جهه اخرى ان الكل الان تيقلب على هذه الفيتامينات اللي كاينه في زيت البلديه، الكل تيقلب على هذه المضادات الاكسده اللي كاينه في زيت البلديه. فيتامين ا كلشي تيقلب عليه، فيتامين او كلشي تيقلب عليه، فيتامين دي كلشي تيقلب عليه، فيتامين ك كلشي تيقلب عليها. هذه الفيتامينات فين غنجيبها؟ كاينه في زيت البلديه، صحيح كاينه في اغذيه اخرى كذلك، ما كاينهش غير في زيت البلديه، ولكن زيت البلديه ممكن تناول كميات بلا ما نحس بها. الابعد من هذا ان الناس اللي تعانيوا من مشاكل ديال نقص في التغذيه او لسوء في التغذيه، الناس اللي تكون عندهم فقدان الشهيه، باش نعالجوا هذا المشكل بادخال زيت البلديه، لان زيت البلديه مصدر مهم للطاقه، تعطيني طاقه. واخا انت انا سنعرفك السي نبيل شرك اخ ديالي. وليتي خبير في زيت البلديه، دابا غادي تنفعنا. ماشي كاخصائي في التغذيه، بل غادي نطلب منك كيفاش نعاونوا الناس يختاروا زيت البلديه. حيت ما بين هاد الاسامي كلها، لا فيرج لا اكسترا فيرج، اللي خضراء اللي قويه، اللي كيفاش غادي نختاروا في هذا البحر ديال الزيت البلديه اللي كاين؟ بطبيعه الحال المساله صعيبه. نعم، يعني مشينا، علاش انا قلت ان من الافضل الشخص انه يمشي يشري الزيتون راسه ويطحن راسه. وين الزيتون؟ واش الخضر ولا الكحل؟ لا، هو الخضر انه تيكون ما طايبش، الكحل انه طايب، هادشي اللي كاين. وشنو الافضل زيتون؟ بطبيعه الحال الكحل. الكحل بطبيعه الحال يكون كحل، واخا تلقى كحل تلقى مخلط فيه حبات خضرين، ماشي مشكل، ولا ما تيجمعوا ماشي مشكل. فالوريقات كذلك راه فيهم غادي نرجعوا ليها، لان بزاف ولات على الموضه هاد الوريقات ديال الزيت. نعم، ديال وراق الزيتون، ربما ندير لهم حلقه بوحدهم. نعم، فقلت ان الزيت البلديه اولا النقطة الأولى اللي خاصنا نردوا لها البال ما خصش يكون فيها الملحة زايدة، هذه النقطة الأولى. لأن الأغلبية ديال الناس للأسف تزيدوا الملحة، علاش تزيدوا الملحة؟ لأنها تتكون الزيت حارة وتزيدوا لها الملحة باش تحلى. ألوغ الشخص ملي تيسمع بأن إذا دهن بالزيت البلدية راه مزيان تيدهن، ألوغ تتكون ديك الزيت البلدية عامرة ملحة، ففعود باش تعطي نتيجة إيجابية تعطي نتيجة سلبية. لان الزيت يعني الغي يدغات بالو باش تولي غي ايدغاتون تتولي ديزيدغاتون، لان فيها الملحه. واش كاين شي دي كريتير ولا شي معايير اللي غير في الشوفه نعرفوا فيها الملحه ولا لا؟ ما يمكنش، لا ما يمكنش، خاصنا لا ما يمكنش نتاكدوا من المصدر. ربما بعض الاحيان حتى في الذوق ما يمكنش تعرف. يعني خاصك تعرف المصدر والشخص واش دار الملح، حيت شنو تيدار مثلا؟ تيديروا هذيك الملحه مثلا، تيديروا ملحه كثيره، يعني تتكون ماشي باكيات ولكن تتكون حجره ديال الملحه مثلا غادي يدير، ومن بعد تيخليها تطلق تذوب، ومن بعد تيخوي ديك الزيت بيدو اخر باش ديك الفتات ديال الملحه ما تيبقاش كاين، ما تيبقاش باين. كاين هناك مجموعه ديال حنا ديال الحيل، ديال الحيل، حنا نظنوا بان نقولوا بان الناس راهم معقولين، نظنوا خير باش نلقاو خير. اكزاكتومون، ولكن خاص تكون ثقه. النقطه الثانيه اللي هي مهمه في الزيت البلديه هو طريقه الحفظ ديالها.
لان الاغلبيه ديال الناس يخليوها في اواني ديال في قنينات ديال البلاستيك. هذه مساله اللي هي تتنقص من القيمه الغذائيه ديال زيت البلديه. الاغلبيه كذلك ما عندهمش مشكل تيخليوها في مكان، هذا كذلك خطا. والناس مثلا منين يشريو كميات كبيره ديال زيت البلديه، مثلا عنده 6 لتر ولا 8 لتر في الدار، عنده بيدوزات كبار، فعفوا ما يخليش هذوك البيدوزات، ما يبقاش ياخذ من هذوك البيدوزات كل مره، يخويها في قنينات ديال لتر ولا 5 لتر، هو اللي غيبقى يحل كل نهار. لان باش يحل هذيك الكبيره، لان علاش ما خاصش يدخلها الهواء بزاف زيت البلديه، ما خاصش كذلك تدخلها الشمس بزاف، ما خاصش ارتفاع في درجه الحراره يكون بزاف. السؤال اللي غيتبادل الذهن ديال الساده المستمعين مباشره، واش يمكن نطيبوا بزيت البلديه؟ نعم ممكن نطيبوا بزيت البلديه. نعم ما نقليوش بها اصلا، القلي ما خاصوش يكون، لان ملي تنقليو بزيت البلديه تنفوتوا 120 ولا 160 درجه حراريه. ففي الطبخ العادي يعني خصوصا في الطاجين المغربي طريقه الطبخ، فممكن نطيبوا بزيت البلديه، وممكن في الاخر كذلك نضيفوا زيت البلديه. هذه مساله اللي هي ماشي مشكل، ممكن نديروا بها لي زومليت، ممكن نطيبوها نديروها في الحساء. واخا درتي اون بيل ترانزيسيون سي نبيل عياشي، واش عمرك كليتي لا بيغي بزيت البلديه؟ لا بيغي لا هادي انا واكلاها ملي كنت صغيره. الوغ هذه طريقه تيديروها الناس ديال السوس، تيطحنوا البطاطا، هذه وصفه اليوم. تيطحنوا البطاطا ما عرفتش علاش طحنا ديال ماتيشون، تتخرج لي لا بيغي احسن من اي ماكينه اي اله. الوغ تطحن البطاطا باقا سخونه، وفي عوض ما تزيد عليها الزبده والحليب هذاك الشيء باش نديروا لا بيغي العاديه، تزيد عليها زيت البلدي واحد قبيصه الملحه. يا سلام. وتيديروا بها، تيديروا الناس ديال السوس يقولوا تيديروا بها عبود بحال كويرات صغار، وتيتكالوا تيعطيو للدراري الصغار. سي تري 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 بون، رائعه لذيذه وتيقني. انا كليت فيها حتى شبعت، وتنعطيها لوليداتي لذيذه بزاف. لذيذه مغذيه بجوج طبعا، ماشي انت اللي غتقول العكس طبعا. دونك جربوا مستمعينا لا بيغي بزيت البلديه، غير هي ما تتكونش جاريه، راه تتكون قاصحه. دابا هنا تنتخيل دابا مثلا سيده خدامه ولا ربات بيت وعندها الشغل بزاف، ما لقات ما غدير توجد الغدا الى اخره، غتسلق بطاطا غطحنها كما قلتي بدات على زيت البلديه، تعطيها ما تزيد عليها حتى حاجه غير زيت البلديه. والله العظيم الا احسن ما كاين ياك، والله القاسم جديده. هذه طريقه حبيتي فيها البطاطا ياك؟ بطبيعه الحال ضدها. لا ماشي ضدها، ولكن ضد القليل. ضد القليل النشويات، هي داخله في خانه النشويات، ماشي 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 في الخضر. واضح. دونك جربوا مستمعينا لا بيغي بزيت البلديه، وردوا علينا الخبر في كل وتمعن. غدا غادي نتكلموا على اكله مغربيه محضه 100% تكثر التناول ديالها هاد اليامات في البرد والشتاء. انا بعدا تناكلها، تناكلها وتشربها، تناكلها وتشربوها. البابوش اولا شعيطوا لي عاود، غلاله البابوش اولا غلاله، هو موضوعنا في كل وتمعن غدا ان شاء الله. وغادي نعطيكم الوصفه التقليديه ديال البابوش باش تصوبوه في الدار ان شاء الله. بارك الله عليك.